1/3/2022 إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الإيقار من قبل معتصمين الهندسة والعلوم بإيقار المعتصمين نحو حوالي 16 على التوالي للمطالبة بالتعيين. الآن 1/3 إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الإيقار من قبل خريجين الهندسة والعلوم المعتصمين حوالي 16 على التوالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة مع حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة من داخل العراق من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها امامكم هنا، فباي لحظه من لحظات البرنامج دقوا لنا على واحد من ذني الاثنين. اما اذا كنت تسكن دول المهجر او الاشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الارقام الاثنين اللي تشوفوها اسفل الشاشه هنا. ذني ارقامنا الاربعه فيما يخص الاتصال، ما قدرت تحصلنا لاي سبب كان، رصيدك ما يكفي، الخط مشغول، عندك رقم أخير تقدر تشارك بي ويانا لكن مو عن طريق الاتصال، هذا الرقم اللي تشوفه أمامكم مثل ما هو مكتوب هنا عبر الرسائل، فما قدرت تحصلنا اكتب لنا رسالة، أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نعرف هاي الرسالة جايتنا من وين ومن منو. فأما تريد تدز فيديو، تريد تشارك ويانا شغلة أنت صورتها أو وثقتها، تريد تدز أي شغلة تحب تعرضها على شاشة الرافدين، مو هذا الرقم اللي تعرض عليه أخوي العزيز، عندنا الشريط الأبيض الجوال نافذة اسمها نافذة أنت ترى بها رقمين ينتهن ب 5663 و 5661، ذني الرقمين تدز عليها فيديوهاتك وإن شاء الله تنعرض على شاشة الرافدين. مشاهدينا اليوم 1/3 واحد آذار أو الأول من آذار، بكل سنة العراقيين يحتفلون بهذا اليوم بعيد المعلم، لكن عيد المعلم بالعراق اليوم فقد رونقه. عيد المعلم اليوم بالعراق ما له رونق. السبب مو تناسي الناس. السبب اللي هو اهمال حكومي، مصاعب، ضغوطات، اكو تاثيرات خارجيه غير طبيعيه وغير صحيه اللي هي اللي تسبب على الضغط على المعلم، تسبب شيء مو طبيعي للمعلم من قبلها، مثلا ميليشيات، تهديد بالسلاح، عدم تفهم الأهالي لطبيعة مهنة هذا الشخص، عدم تفهم الناس لطبيعة مهنة المعلم. هاي الأمور كلها أدت إلى فقدان عيد المعلم إلى رونقه. أيضا مشاهدينا الكرام قبل ما ندخل ونسترسل بالحلقة نحب نذكركم، احنا هسه فعليا اتوقف عندنا النظام الأزدي، ترددنا هو نفس التردد 10727. أتمنى من الأخوة اللي يشاهدون قناة الرافدين أو يشاهدون شاشتنا واللي يعرف أحد ما مسوي هاي العملية أو ما يشوفنا على نظام الأجدي يأخذ هذا التردد وياه، يسجل هذا التردد ويطهيا كل اللي عليه، يكتب هذا التردد بهاي الإعدادات تشوفوها أمامكم حتى يرجع البث يشتغل عند الأخوة اللي ما سوى هاي العملية وتوقف عند البث بسبب توقف بثنا على نظام الأجدي. فنرجع إلى موضوعنا اللي هو المعلم والتعليم. اليوم عيد المعلم، عيد المعلم المفروض مدارس العراق تحتفي بمعلميها وأساتذتها ومدرسيها، اللي من المفترض الأهالي يحتفون ويحتفلون بهذا الشخص اللي هو نهر من أنهر العراق. نعم المعلم نهر من أنهر العراق، يرفد بأجيال، هاي الأجيال من المفترض لو درست صحيحا وخرجت بطريقة صحيحة وسليمة تبني مستقبل العراق وتبني العراق، لأنك أجيال اليوم هي بناة المستقبل. إضافة احنا كنا نعرف المقولة تقول قف للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. من قالت هاي الكلمة اعتباطا على المعلم؟ انت لما يقول لك قف يعني أوقف له، احترمه، وفه التبجيلة يعني كون إلى قيمة عندك هذا الأستاذ،
كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنه هو ده يعلمك رسالة. في أي تخصص من تخصصات الحياة هو ده يعلمك رسالة. أما اليوم إذا أكو ميليشيات مسلحة بالعراق فهي دا تضغط على المعلم مثل ما دا تضغط على باقي المهن الإنسانية والعلمية، إضافة إلى وجود بعض الأهالي اللي أيضا دا يضغطون على المعلم، إن كان بدعم من قبل الميليشيات اللي حكينا عليها قبل شوية، وإن كان بسوء فهم إلى طبيعة هاي المهنة. إضافة إلى ذلك الإهمال الحكومي إلى هاي الشريحة، هاي الشريحة اللي المفروض أكو اهتمام بيها، أكو اهتمام بالمدارس، أكو اهتمام بالمناهج، أكو اهتمام بالمعلم، أكو اهتمام بطريقة سير المنهاج الدراسي، طريقة تعليمية، الوسائل التعليمية. أكو مؤسسة المفروض بالعراق اسمها المناهج التدريسية اللي هي تكون مختصة بوضع المناهج التدريسية أو المناهج الدراسية. كيان من بغداد، حياك الله يا كيان. مساك الله بالخير حبيبي. مساك الله بالنور أغاتي. أغاتك ربك. يسلمك ربك. المعلم مسلوبة كل حقوقه. أول شيء المعلم لا إلى دعم، هو البلد هسه شلون ينهض؟ أي بلد بالعالم شلون ينهض؟ بالأمن وبالتعليم. أمن وفر له أمن وتعليم ينهض البلد ويصير بلد حضاري ومثقف ومحترم ويوصل ويتطور ويعبر إلى مراحل يوصل من الدول العشر المتقدمة. إحنا المعلم عندنا لا قطعة أرض لا حقوق، راس بيطونا لبين شهر وشهرين ما يطونا إليه. والمعلم إذا حكى له ويا طالب يتقاوم عشائريا، هاي جديدة، يتقاوم عشائريا إذا حكى له ويا طالب لراد يحاسب لطالب. المعلم قاعد يتهجمون عليه، يتجاوزون عليه ويضربونه. المعلم ما له كل حقوق بهالبلد. احنا استعدنا تجربة بسيطة هاي سنغافوري، قالهم مفروضي التعليم وانا وفر لكم الامن وشوف وين نهضة سنغافورة بال65 لا شيء، وهسه شوف وين من الدول الهولة. من الدول الأولى سنغافورة شنت إذا تعبر من ضفة هاي النهر تبيش الضفة يأخذون من عندك عتاوة. هاي موجود، التاريخ موجود يشهد. إحنا المعلم بالعراق مسلوب حقوقه نهائيا. وطبعا تحية طيبة لكل معلم والكل مدرس، تحية طيبة من القلب إلى القلب. الله شاهد، والمعلمين هم اللي نهضون بالبلد ويوصلون البلد إلى مرحلة متقدمة. ونطالب ونشد بدعم المعلم، ومو بس دعم المعلم، دعم المعلم ودعم الفلاح ودعم رجل الأمن الصالح، رجل الأمن الثقة الوطني اللي خاف على وطنه اللي ما عنده انتماءات، دعم لهم ذول أنطي، ودعم الدكتور ودعم الموظف اللي بالصحة، ذول أنطيهم قطع راضي أدعمهم أوفر لهم حماية أوفر لهم أمن. هذول ينهضون بالبلد، ذول يوصلون البلد إلى مراحل متقدمة. هذول مو ارجع بيهم هاني، لا لهم حقوق لا كذا، يعني ماكو شيء. انحلال عندنا بالمجتمع، انحلال لا، يعني مصيبه كارثه. يعني المعلم اللي راد يحاسب طالب يجاوزون عليه يضربونه سعودي وديه، الدكتور يجيبون له مريض يموت الامر بيد الله سبحانه وتعالى، ينضرب وينوخذ من عنده فصل عشائريا، الفلاح منتهي لا مطينا حقوقه ولا كذا الى اخره. رجل الامن الصالح، رجل الامن الصالح فقط، رجل الامن الصالح اللي خاف على الوطن ووطني وطني حقيقي 100% لا غير. هذا رجل الامن في قطعه ارض خطيه، هو راتبه 500 او مليون يخلص ايجارات، غير عنده عائله عنده ناس وراه. المهم فتحيه طيبه لكل معلم عراقي شريف ووفي ويخاف على وطنه، وتطلع من جواه المهندس الصالح والدكتور الصالح، وتطلع من جواه كل المراتب الحقيقيه والصحيحه. وشكرا لك وشكرا لك اخويا كيان. عبد الله من الموصل، حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. يا ابا عمي بنا شويه هاي صار ان 4 أشهر كشمن انقطع الاتصال ويا اخويا عبد الله، او
ابن اخوي عبد الله. عبد الله يقول عندي عمي بالناصريه، اتوقع يقصد سجن الحوت في الناصريه، هذا سجن سيء الصيت اللي موجود في محافظه ذيقار. ايضا اتوقع يعني قبل ما يجوز يرجع لنا او ما يرجع لنا، اتوقع انه عبد الله دي طالب او اهله دي يقولوا له احكي وطالب لنا بالعفو العام حتى لخروج الابرياء والمعتقلين من السجون. ابو علي من لندن، حياك الله يا ابو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخويا بالنسبه هاي الميليشيات ما يعرفون لا عيد المعلم ولا يعرفون معنات التربيه ولا يعرفون معنات، هو هذا كله ممنهج زين مبرمج من قبل ايران. ايران تريد تفسد وفسدت التعليم في العراق، هدفهم نشر الجهل. الان الجهل في العراق ماكو مثيل له بالعالم، نشر الجهل. طالب صف ثالث ثاني متوسط صدقني يا اخي الكريم ما يعرف يكتب اسمه زين، هذا كله ممنهج. مدارس من طين، هذا الطالب شي يتعلم؟ مدرسه ما بيها رحلات، ما بيها شبابيك زين، اذا بالصيف يكتل الحر واذا بالشتاء يكتل البرد، شي يتعلم هذا الطفل هذا الطالب؟ اخي ذولا ميليشيات هلكوا التعليم، دمروا الاقتصاد، دمروا الطب، الزراعه، الصناعه، بلا سووه تحت الصفر. يا عيد المعلم ذولا هم يفهمون معلم؟ ذولا طيهم لطم السيارات اللطم على الحسين، يا ريت يعرفون نهج الحسين، مواقف الحسين. والله براء منكم الحسين وبراء منكم اهل البيت. تحكي يقول لك هاي دولة الحسين، بابا دولة الحسين تعتقلون ناس أبرياء؟ دولة الحسين تطلعون واحد زين من السجن تطيع عفو أنت يا رئيس الجمهورية على أساس ها هو تاجر مخدرات؟ هي هاي دولة الحسين؟ دولة الحسين عندنا الآلاف المؤلفة في السجون أبرياء، مثل هذا الطفل اللي صار جاي يحكي على ما ادري على ابوه على اخوه ما اعرف عمه على عمه، هي هاي دولة الحسين؟ براء منكم الحسين، براء منكم الدين، براء منكم المذهب. هذا مذهب علي ابن ابي طالب، كله رحمه وانسانيه، كله موده واخلاق وشرف. تفضل. مكاتب مكاتب حش السامع دعاره باسم المتعه، هي هاي دولة الحسين؟ والله حريتونا والله خزيتونا. انتوا المفروض منكم واحدكم يضرب نفسه طلقه ها وينتحر. لك طلع للشعب العراقي واعتذروا من الشعب العراقي، كافي شويه خلوا لكم كرامه. لك والله دمرتون العراق هاي 19 سنه، ما اجى منكم يعني ما شايف هيك حكومه بتاريخ الكره الارضيه. هيك حكومه بتاريخ الكره الارضيه ما اجتي وما راح تجي. عم هاي الصومال احسن منكم. هاي الصومال وعمتوا مال الحكومه، انتوا مال الحكم، انتوا مال الحسينيات، وبعدين تصير عركه يا عن قيمه يا عن تمه. انتوا مال الحكومه، انتوا لازمين ثاني اكبر دوله، ثاني اكبر بلد بالعالم بتصدير النفط. تفضل تفضل، سويتوا بالعراق؟ دمرتوا للعراق. الله ينتقم منكم وينتقم من ايران وينتقم من ميليشياتكم وينتقم من مواليكم. يا مجرمين، يا قتل، يا ارهابيين، ما على الشعب العراقي ان يثور. عمي قوم ثور، ادخل الى الخضراء وسحولوهم بالشارع. شو امتانين؟ امتانين مقتدى يجي يشكل حكومه؟ ها صار لنا 5 اشهر صراع على الكراسي، ها امتانين منو انتم امتانين؟ برهم صالح راح يرجع نفس رئيس الجمهوريه؟ ها لو الحلبوسي؟ المن امتانين؟ يا شيعة، يا سنة، يا أكراد، يا عرب، يا مسيح. عمي هذا وطنكم. تفضلوا شوفوا في أوكرانيا، ها بأوكرانيا النساء وقفت قبال الدبابات، ها ما تريد الاحتلال وتحارب الاحتلال الروسي. نساء، لك تعلموا من النساء، ما أقول تعلموا من الرجال، تعلموا من النساء. نساء شالت السلاح ها ودافعت على وطنها، دافعت على بلدها. 19 سنة إيران تسرق وتنهب العراق وأنتم ملتهين
باللطم. انا شيعي عمي، انا ابن النجف جاي اقول لكم، لك كافي الحسين ما يريد منك لطم، علي بن ابي طالب ما يريد منك لطم، الدين هو العمل، يريد منك العمل، يريد منك تعمر بلدك، تعمر بيتك، تعمر وطنك، لك كافي شوية، خلي عندك شرف، خلي عندك كرامة، الوطن هو كرامة، الوطن هو شرف. حياكم الله. شكرا شكرا لك ابو علي. حسين من البصرة، حياك الله يا حسين. عفل حبيبي. حبيب قلبي. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. سبب دمار، سبب دمار العراق المرجعية. حبيبي عفل. نعم. سبب دمار العراق المرجعية. وخصوصا السيستاني. اعطيني اعطيني اخبارك. اعطيني من اختيار. السيستاني اطفيت هو الجهاد الكفائي. شو دمروا المناطق الغربية الشيعة؟ اخوي حسين. اخوي حسين. بداية احنا ما يعني مو ما نقبل، ما نريد نحكي نهائيا بموضوع الأديان والطائفية بالعراق، لأن ما نريد نقلب هذا الموضوع. طائفية بالعراق انتهت. أما ما موجود اليوم بالعراق هي ميليشيات، هاي الميليشيات تدين بالولاء إلى إيران. هاي الميليشيات هي تعترف وتقول لك أني ما أدين بالولاء للعراق، فلا تعتب عليها. أما موضوع اليوم هو موضوع أيد المعلم والمعلم بالذات. حسين وياي؟ الحكومة مش جاهزه ائتلاف العراق المياه من المرجعية. الظاهرة مال التشتينية مو مستاني. أيتها وبعدين لفوا عليها وما في زعلهم. ما تمام. شكرا شكرا لك حسين حبيبي. عبد الله من الموصل رجع لنا مرة ثانية. حبيبي عبود يقول. ألو السلام عليكم دوستك. عليكم السلام والرحمة، يقويك ربي إن شاء الله. يا أبوي 4 أشهر بالناصرية 4 سنين. إيه. أبويا 4 سنين صار له بالسجن بالناصرية، إلا مسكوا شو اسمه هذه أهمام طبي. عبودي عبودي حبيبي حتى الناس تفهم. عبودي هسه أبوك لو أخوك لو عمك. عمي وأبويا. وأخوك؟ لا لا أخويا ما عندي أخ، بس أنا. ربي يحميك لأهلك. عندك عمك وأبوك. زين ها؟ زين كمل لي. عمك وأبوك افتهمنا. اثنيناتهم. ايه ايه. الو. ايه وياك حبيبي. قول قول احكي. ايه ابويا انا طالب ابويا وعمامي. عمامي وش اسمه عمي بالناصرية لي حد الان كل شي ما نعرف عنه. زين. ايه اهمال طبي. ليش شباب حلوة تروح كلهم. زين حبيبي اسأل لي انت، بما انه اصور ماما يمك وهي بدها تقول لك ايش تحكي. سألتوا عليه الابوك او عمك وين هو؟ عمي نطلب نحن بالعفو العام. زين عرفتوا قضيته شنو لو لا؟ ها؟ عرفتوا قضية عمك أو أبوك شنو لو لا؟ إيه. زين تقدر تقول لنا شنو هي القضية؟ شنو؟ بالناصرية. لا القضية اللي انحكم عليها أبوك أو عمك شنو؟ مخبر مخبر السري. تمام. مخبر وعمي صار له 4 أشهر صار له عمي كل شيء ما مخابره ولا كل شيء. نحن رحنا لشتم حقوق الإنسان لي حد الآن نطالب عفو عام. نعم. ايه انت ايش قد عمرك عبودي؟ لي حد. الو ايش قد عمرك حبيبي عبودي؟
2009 والله. مواليد 2009 يعني 13 سنة؟ ايه. الله يعطيك طول العمر يا ربي ويخليك البابا وماما ويرجع لك ابوك ان شاء الله. شكرا حبيبي عبودي، شكرا. مناشدة من عبودي الى كل من يهم الامر عنده اب وعم. فاذا عبد الله عنده اب ولد عمامه ايش قد. المهم ابو عم يقول ما نعرف عنهم كل شيء نتيجه مخبر سري موجود بالناصريه، نريد عفو عام، وعندنا عم صار لاربعة اشهر كل شيء ما نعرف عنه. يعني والله حكينا بهذا الموضوع هوايه. انت كحكومه، اي حكومه بالعالم، ما من حق اي حكومه بالعالم انه تعتقل ناس تذبهم بالسجون وتقيد حريتهم ويا عوائلهم ويا ناسهم وتقيد صحتهم وتمنعهم عن الدواء وتمنعهم عن أسرهم وتمنعهم عن كل شيء. ما من حقها تمنعهم من حق الحياة، ما من حقها هذا الشيء. هذا الشيء منافي لحقوق الإنسان. يكفي أنه أنت عاقبته وقيدت حريته وخليته داخل سجن، بس أنه ما تمنعه من أهله، ما تمنعه من ناسه، ما تمنعه من محاكمة عادلة، ما تمنعه من وجود ظروف صحية بحيث أنه إذا كان بريء ما يعيش جوا السجن، يطلع. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. وأبو عراق موضوعنا عن المعلم وعيد المعلم، تفضل أخويا. السلام عليكم أخويا أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام غاتي. تحية حب لكل معلم شريف، تحية حب لكل معلم رب أجيال الدكتور وكلها رباهم هذا المعلم الشريف النزيه. خلي يسمع مصطفى الكاظمي وبرهم صالح، خلي يسمعون هذا الطفل اللي ناشد. وكان ما تنطون عفو تنطون الظالم اللي تاجر بالمخدرات، ما ذول الأطفال يريد أبوه. هذا مشتاق لأبوه ومشتاق لعمه، ومن المحتمل عمه وابوه ابرياء ترى يا استاذ افل ابرياء. هذا كل المخبر السري قرت عينهم، قرت عينك يا رئيس وزراء يا رئيس جمهوريه اللي تبدا عفو للظالم وتعوف المظلوم جوا هنا. والله ما على اسف اذا ناشدكم بالانسانيه، فوالله انتم ما تعرفون الانسانيه شنو هي. ما عندكم رحمة بقلوبكم، ما عندكم شفقة، ما عندكم. أخونا أبو أحمد ولو شوية أطلع من الموضوع أستاذ أفل، أخونا أبو أحمد من الأحمر صار لأربعة أشهر يناشد عملية الإبلة، ولكم أنتم شنو غيرة ما عندكم؟ ولكم رحمة ما بقلوبكم؟ يعني نزعة الرحمة من عندكم أنتم؟ بس الله ينتقم منكم إن شاء الله، الله ينتقم منكم مثل ما وصلتونا للحالة هاي. ولكم ما عيب عليكم، ما تسحون ما تخجلون، وجاي ناشدوكم بالإنسانية بالمروة. ولكم انتشلوا انتو النازح يناشدكم ماكو فايدة بيكم، العند مريض يناشدكم ماكو فايدة. ولكم انتو ملتهين بس بنفسكم، وراكم موت، ولكم وراكم قبر أظلم. بس الله يظلم عليكم إن شاء الله دنيا وآخرة، ان شاء الله ما تشوفون رحمه الله. وانا اشكرك اخوي صادق. شكرا 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 لك ابو عراق. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نحب نذكركم مرة ثانية أنه بثنا على نظام الأزدي انتهى، توقف البث على نظام الأزدي حاليا فقط
بث قناة الرافدين على نظام الHD بنفس التردد، ما تغير. كل اللي عليك إذا أنت ما غيرت هذا الشيء اللي يشوفني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعرف ترددنا، أيضا كل اللي عليه أنه يأخذ التردد يمسحه من الريسيفر أو الجهاز، يرجع يكتبه من جديد ويبحث، ترجع القناة عنده بنظام الHD. واللي يعرف شخص أو يعرف أحد من أصدقائه من أقربائه من الموجودين من الجوارين من الدائر مدائرة من اللي يشتغلون وياه بالشغل ما سوى هاي العملية، كل اللي عليه ترددنا هو نفسه، طلع قبل شوية أمامكم، كل اللي عليك تسجله 10727 أفقي تطيه إياه حتى يرجع يدخله يما بالجهاز ويتابعنا. مشاهدينا الكرام، من المعوقات اللي تواجه معلمين اليوم هي مو بس الميليشيات والإهمال الحكومي، أكو طلاب يعتدي على أستاذه، مع الأسف هذا الأستاذ، هاي القامة اللي دا تعلمك ودا تدرسك ودا تتعب عليك واللي من المفترض أنه أنت تحترمها، واللي نظم أحمد شوقي قصيدة بالمعلم، المفروض أنت ما تعتدي عليه. السبب هو غياب الوعي والإدراك، وغياب أهمية المعلم عند الناس. بحيث أدنى اتصال. كامل من بغداد، حياك الله يا كامل. كامل أخويا، أنا من بغداد. كامل من بغداد، حياك الله أخويا العزيز. أنا نائب ضابط من جيش السابق. حياك الله غاتي. اتصلت تقريبا هاي ثالث مرة لرابع مرة اتصل بيكم. نعم، بس هالمرة أريد أناقشكم مناشدة. أنا نائب ضابط من جيش السابق، خدمتي 35 سنة ما عندي راتب، وياك أريد أدق باب اللي يفتح بوجهي وحصل لي راتب أعيش فيه، يعني حتى قطع لي الدور، وحتى الكبير صار 50 سنة وحصر علي لا أقدر أشتغل ولا أقدر إيش أسوي. ورئيس وزراء، الجمهورية، الدفاع، يعني صدق مليت من هاي العيشة. أريد راتب مثل ما جاي هم يقولون إحنا نقبل الشهر، فخذ يطوني بس راتبي تقاعد أعيش بيه. هذا الجيش أنا ما أقدر، أنا عسكري والجيش فتوح أنا ما أقدر، أريد جيش نظامي وأنا أخدم الوطن. وين يجيبون حقيقي طرف؟ وين وين الطيارة؟ يبدو تدريب أدرب، يبدو تمون النقل أما أدرب تمون النقل. بس إذا ما إذا قال لي ما إذا ما في جيش وطني أنا خلي يطوني تقاعدي، يقول لي روح الله يعيش ترجع كبير. نعم. وعيش ترسلك في المناشدة من يمك أنت تتمشي للدولة. نعم. وانا اشكر قناة الرافدين. رحم الله والديك. احنا قناة الرافدين اخوي العزيز. رحم الله والديك. والديك الرحمة. شكرا شكرا لك اخ كامل. مناشدة من الاخ كامل الى كل من يهم الامر، سمعت المناشدة واتمنى انه تجيبون هاي المناشدة. نرجع الى قضيتنا المعلم. مع الاسف انه ماكو قانون اليوم يحمي المعلم لدرجة انه اكو طلاب يعتدي على استاذ ما حد يدير له بال، والطالب ما اعتدى لأنه طبيعة عدواني، لا، أكو خلل في موضوع. الخلل هو وعي، ماكو بهالموضوع، ماكو قضية شنو يعني معلم، شنو أهمية المعلم. إضافة إلى ذلك النزعة القبلية المتنفذ اليوم بالدولة، المتنفذين يعني اللي يسامون المعلم ويجبروه على تنفيذ أشياء ما يرغبها تحت تهديد السلاح مثلا، هو أو أحد أفراد عائلته، انه الا تسوي هذا الشيء او تخسر هذا الشيء. والدليل احدى المعلمات اتصلت ببرنامج صوتكم في احدى الحلقات السابقه وقالت، حلقه صور سويتها عن الطلاب اللي يوصل صف ثالث متوسط وما يعرف يكتب اسمه، فقالت انا عندي طالب صف ثالث متوسط تحت تهديد السلاح، يخلون السلاح براسي ويجبروني اجاوب على الاسئله الامتحانيه النهائيه. هاي القضية الثانية. القضية الثالثة يعني التعتيم الإعلامي اللي دي يصير على قضية المعلم والتعليم، اللي هي الاعتداء على الكوادر الإعلامية اللي تطبل المدارس أو تمارس عملها الصحفي الاستقصائي، اللي من المفترض أن تكون الصحافة هي السلطة الرابعة اللي ما حد يتعرض لها، اللي من المفترض الصحفي اليوم يدخل إلى أي مكان
ويتكلم في أي شيء كونه يحمل هوية تثبت أنه هو صحفي أو يعمل في مؤسسة صحفية أو إعلامية. لكن اليوم اللي دا يحصل بالعراق كلنا شايفين الفيديوهات اللي ظهرت في التظاهرات أو في ثورة تشرين أو في الاعتصامات اللي تصير، كنا شايفين الاعتداء من قبل القوات الأمنية على وسائل الإعلام والصحافيين والصحافة وتكسير كاميراتهم بسبب أنه ما يردون العالم يعرف اللي دا يصيره. قضية أخرى اليوم الإهمال الحكومي إلى دور كبير لما يكون المعلم يشتغل ويتعب ويريد يسوي يعني واجبة اللي هو يدرس طلاب، راتب ما يستلم، مناهج تدريسية غير صحيحة. مثلا أحد المدرسين اتصل ببرنامج صوتكم يقول أنا المناهج الدراسي اللي دا يوصلني لا يرتقي لأن يكون منهاج دراسي بسبب أنه ماكو لجنة توضع المناهج التدريسية، بسبب أنه المناهج التدريسية دا يخلوها لجان، اللجان جايين بها ناس متعينين حسب المحسوبية والطائفية. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون السادات؟ الحمد لله حبيب قلبي. الله يبارك فيك. بالنسبة للمعلم احنا نبارك للمعلمين عيدهم، نتمنى لهم موفقية في أداء الأمانة المناطة بهم. سعد أفعل بالنسبة للمعلم هو المسؤولية مالته أن يثقف بالدرجة الأساس. أيه. يثقف سواء كان الطالب أو يعني أدي الأمانة مالته بصورة صحيح. كل يعني الشخص المعلم أنا مو أقصد المنظومة التعليمية فقط، لا، أي جهة مهنية غيرها يكون مناط بها بالمعلم عليه أن يؤدي الأمانة مالته. التعليم أستاذ تفل، يعني إحنا عندنا بالعراق يعني خاصة وبالدول العربية المنهاج التعليمي أنا أعتبره كلش غلط. وإذا يعني المنهاج شبيه عبد الرزاق؟ يعني نعم. المنهاج شبيه على مود تتوضح هاي الصورة؟ خاطئ. نعم نعم نعم. بالعراق بصورة خاطئة والدول العربية بصورة عامة. لأنه خلينا نجيبها واحدة واحدة أستاذ أفل إذا كان عندك وقت، وإذا الوقت يعني ضيق أكتب بس في الإشارة. نعم. بالنسبة للتعليم يعني قبل الوقت الحاضر يعني بالوقت السابق كان يعني بنوع من الإرهاق واللي يخلي الطالب يروح المدرسة على فترة التعليم الابتدائي، من يروح المدرسة ما رايح المدرسة يتعلم، رايح يدخل سجن، لأنه من يدخل المدرسة ويدخل الصف يشوف المعلم لازم الصف وكأنما سجان ويا مسجونين. هذا ولد كراهية من قبل الطالب للمدرسة، وشوف الجهل عندنا انتشر بصورة عامة. ليش؟ لأنه هذا من يروح المدرسة ما يروح برغبة، ما يروح بجافة، يروح يعني وكأنما راح يعني الإنسان ينتقم من عنده، هو يكون حرص من المعلم. هو يعني إحنا نعرف المعلم هو تربوي، بس مو توصل به لدرجة التفتعوة حتى يخلق النفس بهيبة أو فد شخص بضاق هذا الطالب المبتدئ المتعلم. يعني احنا انا واحد من الناس انا مص يعني اساس بي المدرسة، بالعكس العائلة هي اللي يعني اخواني هم اللي يثقوا علي، لانه انا من اروح مدرسة اروح كارهلة بمولي شغل المعلم. يعني لحد الان ما اذكر المعلم يعني بشيء يعني من الـ بس اخويا عبد الرزاق المعلم. بس اخويا عبد الرزاق يعني خلينا نكون يعني بالوقت الحاضر مو انا اريد اناقشك بها هاي النقطة. يعني انت هسه تريد تبين لي انه التسيب من المدارس وتسيب الاطفال وتسربهم من المدارس بهاي النسبة الكبيرة وعودة الامية الى العراق بنسبة 50% فما فوق سببها كره الاباء للمدارس، بسبب انه الاباء لما كانوا طلاب بالابتدائية وبالمراحل الاساسية كان الاستاذ شديد وشايل الصوندة مثل ما ذكرت. نعم
هذه أحد الأسباب أستاذ أفل، هذه أحد الأسباب. يعني الأسباب هي بعدين بالعراق متدخل بالحروب فصارت يعني أمور أخرى، بس من الأسباب من أحد الأسباب هو يعني التخويف والترهيب للطالب. بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر يعني الشام مثل ما تقول احنا لو بالمثل العراقي يقول لو اتخل او اقطع مخه، لو يعني لازم عليك صنده ويخوفك ويرضعك لو فد مره انحلال، يعني بحيث الطالب يتجاوز على المعلم. لا هذه مو صيغ مال التعليم. احنا يعني نشوف فرق التعليم بالعالم شلون جاي تدرس، شلون جاي يديرون اهل الاختصاص، وناخذ من عندهم حتى على مود يكون الطالب من يروح المدرسه يروح برغبه، يروح بلافه، يروح بمحبه كانما راح لبيته. يعني مو يعني قلت لك يعني صار اكو خلط من اوراق بين الماضي وبين الحاضر، يعني ما عندنا في التوازن حتى على مود المدرسه تقوم بصوره صحيحه للتعليم. هذا اللي احنا جايين عليه ونتمنى من الجهات التعليمية، من المديريات التربية، من وزارة التربية أن تقوم بواجبها بالصورة الصحيحة، لأن هذه المسؤولية كلش كبيرة على التعليم والمعلمين اللي أجل يرضون بالوعي بالمواطن العراقي، لأنه الجهل دائما طيب. أخ عبد الرزاق أنا مو أرد أطلع من الموضوع. أنت ذكرت قلت أحد الأسباب هو كره المدرسة نتيجة القسوة. لاحظنا بعد عام 2003 موجة من القسوة داخل العراق مع كل المهن، والدليل الطبيب إذا مريض دخل المستشفى وكان عمره وأجله ومات الطبيب ينكتل وينضرب وينهان من قبل أهالي يعني ذوي المريض. أيضا المحامي إذا خسر قضية يتعرض إلى شتى أنواع المهانة، المعلم إذا طالب رسب عنده يتعرض إلى شتى أنواع المهانة. سيد العزيز كلنا كنا عايشين بالعراق ونعرف أناس أساتذة جامعات، يعني إذا أريد أتكلم عن أقربائي مثلا ومعلمين مدارس، طالب عنده يرسب ينجح ما له علاقة الطالب هو وشطارته، لكن ما تتعرض انه الاهالي والميليشيات والدوله وكله تيجي تصب غضبها على هذا الاستاذ او على هذا الطبيب. زين اذا احنا فسرناها بالتعليم انه اكو كره للمدرسه، بالطب ليش؟ استاذ افهم بالوقت الحاضر هذا وقت الانفلات الامني في وقت الزمن اللا دوله، يعني الميليشيات العصابات الناس اللي ما عندهم احترام للامن وما ما عندهم احترام للقانون يتخذون الطرق السلبيه لاشاعه الفوضى ولاشاعه الجهل في هذا البلد. يعني هذه المساله معروفه يعني بالوقت الحاضر منو اللي يدير الجهل ومنو اللي يشجع على الجهل، وجود هذه الميليشيات المنفلته اللي ما تريد ان الشخص العراقي عن يكون صاحب وعي وصاحب ثقافة. نعرفه كل زين أستاذ أفل للأسف الشديد الوقت هو يعني وقت الجهل بوجود هذه الميليشيات اللي ما تريد الخير للعراق والتحديات لك. نعم شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. الأخ عبد الرزاق ذكر حيثية بسيطة جدا من مشاكل التعليم، لكن راح اذكر المقابل، راح اذكر اني من كنت صغير. انا ما اقول لكم انه اني كنت ما انضرب من الاساتذه، لا كنت انضرب، ومن كنت ارجع للبيت واشتكي الى والدي واقول له الاستاذ ضربني او المعلم ضربني يقول لي انت سويت شيء وخليته يضربك. بس ما اتذكر في يوم من الايام ابويا راح للمدرسه وقال لهم ليش ابني انضرب، الا اذا استدعته المدرسه، هذا بحث اخر. وإلا في حالة أنه صار أكو أذية كبيرة تلقى أبويا موجود، أما أنه أنا انضربت بالمدرسة وأروح أشكي يقول لي أنت الغلطان، هذا معلم. وتعلمت أنه المعلم على حق، والنتيجة أنه درسنا وكملنا ونجحنا وصعدنا وكملنا جامعات وتخرجنا واشتغلنا، وده تشوفوني أمامكم هسه على شاشة الرافدين.
القصد ما بي أنه أريد أسأل السادة المشاهدين، إذا أكو واحد يتصل بينا بالوقت المتبقي، يعني إذا كان واحد ضايج من المدرسة في صغره، أصور كل أطفاله وهم صغار ما يحبون المدرسة، يكره المدرسة بسبب قعدته من النوم الصبح، يكره المدرسة بسبب أنه يطلع من الدفو بالبيت إلى البرد في فصل الشتاء، يكره المدرسة لأنه مثلا ما كل مداراة اللي يشوفها الطالب أو الطالبة اللي يشوفها بالبيت لأسباب عديدة. فهل هذا يعني واعز أنه يكون اعتداء على المعلم والمعلمين؟ قضية أخرى أنه المعلم اليوم هو عنده واجب، الواجب مالته أنه يجي الطالب هذا الطالب لا يعرف يقرأ ويكتب، لا يعرف يحسب، لا يعرف جدول الضرب والزائد والناقص والقسمة العمليات الحسابية، ما يعرف يتكلم لغة أخرى مثلا اللغة الإنجليزية، ما يعرف جغرافية بلده وتاريخ بلده، وما يعرف شيء عن الوطنية، هو عبارة عن شيء خام. أنت تدخله للمدرسة حتى يعرف يقرأ ويكتب ويفرزن الحروف ويقرأ الكلمات ويكتب إنشاء ويقرأ كتب ويبدي يتخصص في بعض الكتب ويعرف الأحياء والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والوطنية وكل أنواع الكتب الدراسية، يعرف دينه أيضا بداياته يعرفها بالمدرسة، يعرف شيء اسمه رياضة بالمدرسة، يعرف الرسم والفن في درس الفنية، هاي الأمور كلها هي بالمدرسة. بس هاي الأمور حتى تجتمع وتكون طريقة سليمة وصحيحة، ألا تعتقدون من المفترض أنه أكو اهتمام من كل الأطراف، من الحكومة، من الوزارة طرف ثاني، من المعلم أو عفوا من المدرسة، إدارة المدرسة اللي هي يعني تدير شؤون المدرسة داخليا، من المعلم، من الطالب، من أهل الطالب وذوي الطالب داخل البيت. نرجع بها عكسيا، أهل الطالب متابعتهم للطالب في حل واجباته ودراسته، ما تعتقدون أنه هذا الشيء مهم لسير العملية التعليمية؟ الطالب التزامه بالمدرسة وحضور الدراسي ومتابعته للدراسة ونجاحها، المعلم التزام المعلم بالمنهج وبالأساليب الصحيحة لطرق التدريس، شيء مهم جدا للمعلمين انه في كل فتره يحتاجون الى دورات تدريبيه، دورات تدريبيه مو حتى يعلموا انه استاذ الرياضيات شلون يعطي درس الرياضيات، او استاذ الجغرافيا شلون يعطي درس الجغرافيا، او استاذ اللغه العربيه شنو يعطي بالدرس مالته، لا، دورات تدريبيه في اصول التربيه او الطرق التعليمية، ما أحدث الوسائل التعليمية، شنو الوسائل الإيضاحية اللي يستخدمها، شلون يطور نفسه مع شتى أنواع الطلاب، لأن يجيك طالب ذكي جدا يستوعب بسرعة، ويجيك طالب بطيء الاستيعاب، ويجيك طالب مشتت الذهن، ويجيك طالب متنمر في 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 حيثيات عقله. ما تعتقدون هاي الأمور كلها مهمة؟ اليوم إذا تقرون التقارير الرسمية تقول آخر دورة تدريبية لوزارة التربية لتطوير الكوادر التدريسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالتعاون مع منظمات اليونسكو والمجلس الثقافي البريطاني واليونيسيف داخل العراق حدثت في عام 2005، ولم تحدث أي دورة تدريبية وتطويرية لكوادر التعليم منذ ذلك التاريخ أو بعد ذلك التاريخ. يعني من 2005 لليوم كل شيء معكم. رسائل الواتساب اللي وصلتنا، السلام عليكم قناة الرافدين، تحياتي لجميع الكادر وربي يوفقكم على جهدكم وعملكم، دائما أدعي لكم وربي ينصرنا على حكومة الطاغية ويخلصنا منهم ويساعد النازحين، لا تعيين لا شغل لا أمان لا كهرباء مثل غيرنا ببلدنا وماكو أمان، سلامي لجميع الكادر، تحياتي الحاجة أم أياد من بغداد. السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم، أنت رجل دمك حر وشريف، على رأسي أخوي العزيز أعتز بيك،
أنا أستغرب من اللي يحكمون العراق الفاسدين، يجيبوا عمالة أجنبية يعملون بالبترول أو يشتغلون ببترول البلد، وأبناء الشعب مو لا يعني ملاقي شغل. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى، تحية إجلال وتقدير لإخواننا العرب وخصوصا أبناء شعبنا الشقيق الشعب المصري من أم الدنيا. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أفل، نبارك لكل أستاذ ومعلم ودكتور. أستاذ جامعي وصل رسالته بصدق وأمانة. التعليم مستهدف منذ عام 2003 والرسالة واضحة، أخوك أبو يحيى. رسالة أخرى، الصدر يفتح مدرسة بساحل العاج وخابصنا، والعراق محتاج بدال الوحدة عشرات الآلاف من المدارس. الله يكون بعون كل معلم حاول بأبسط الإمكانيات يعلم طلابه. أبو تيم. مشاهدينا الكرام، قضية التعليم اليوم بالعراق قضية شائكة. هاي القضية من المفترض هي أهم القضايا اللي تهتم بها الحكومة العراقية، لأنه إن أهملت التعليم أنت أهملت أجيال قادمة، وإن أهملت هاي الأجيال يطلع لك الطبيب اللي يطلع من جوا إيده مريض ويموت، وبيوت توقع بسبب مهندس ما يعرف شغله، وقاضي يحكم بغير حق والسبب أنه التعليم مالتك منتهي. أما التعليم اليوم بالعراق أنتوا تعرفون حاله. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. قبل أن أذكركم، ذكروا أي شخص يدخل ترددنا حتى نرجع وياه بنظام الأجدي. أما إذا أنتوا سويتوها فأنتوا دا تشوفوني الآن. نلتقيكم إن شاء الله باكر، في أمان الله.